قرابة 400 مليون دولار، هي كانت الكلفة الإنتاجية لثمان أفلام رح نذكرهم بهي القائمة اليوم، وهي الأفلام كلها لم يتم عرضها، يعني بمعنى آخر 400 مليون دولار راحت كب على الفاضي تماما. بس ليش هي الأفلام ما انعرضت؟ الأسباب كثيرة ومتنوعة، منها أسباب قدرية ومنها إهمال ومنها أسباب ما بتنوصف إلا بالولدنة. فبدون مقدمات طويلة خلونا ندخل فورا بالقائمة. توب 5 أفلام لم يتم عرضها. رتبت هي القائمة بناء على عدة عوامل، منها مثلا ميزانية الفيلم، منها أيضا حجم هذا الفيلم، وكمان سبب عدم العرض، وأيضا التخبط اللي كان صاير أثناء مرحلة الإنتاج. بالمركز الخامس فيلم لو كانت ميزانيته أكثر كان حجز المرتبة الأولى بكل سهولة. بالفلبين بفترة الستينيات تقريبا أحدى شركات الإنتاج طلعوا بالفكرة الذهبية، فكرة القرن اللي راح تطلع لهم ملايين وممكن مليارات. فكرة عبقرية جدا رح تجذب كل الجمهور انه يتفرجوا على هذا الفيلم. قالك رح نحط باتمان فايت دراكولا. تخيل انت شخصيتين بهذا الحجم رح يجتمعوا على الشاشة سوا. بالستينيات ما كان في افلام السوبر هيروز، وما كان في الافلام اللي بنجمع فيها شخصيات من عوالم مختلفة. هذا الموضوع ما كان شيء موجود وشيء منتشر. ممكن بعض الكوميكس بيعملوا هاي الشغلات، ولكن انه نعمل هذا الشيء بالسينما كان الموضوع ضخم جدا. ومن شدة الحماس ما ضيعوا وقت ابدا، وفورا بلشوا تصوير، وفورا بعدها بلشوا البوست برودكشن، وخلص الفيلم وصار جاهز. بس واجهتهم مشكلة صغيرة كتير. قال لك والله نسينا ناخذ اذن من دي سي باستخدام شخصية باتمان. بس هاي كانت المشكلة، هي المشكلة الصغيرة سببت انه هذا الفيلم ما بيتم انتاجه. حاولت اعرف الميزانية اللي صرفوها على هذا الفيلم، ولكن ما لقيت ولا مصدر ذاكر الرقم تحديدا. كل المصادر كانوا بيقولوا لو بادجت فيلم، وبعتقد كان شيء حوالي 3-4 مليون بالكثير يعني. فلانه الميزانية قليلة الفيلم اخذ شوي مركز المركز الخامس، ولكن الفكرة وسبب عدم العرض سبب غبي جدا. يعني انت كيف يخطر لك انه تعمل فيلم قبل ما تأخذ حقوق الشخصية؟ طبعا الفيلم انعرض شوي بالفلبين بعرض محدود جدا يعني، وبعدها كل النسخ اختفت. يعني حتى حاولت ابحث اذا في نسخة رقمية مسربة او ما الى ذلك، ما في اي نسخ موجودة منه الان. بعام 1997 جوني ديب قرر يبدأ مسيرته كمخرج محترف. طبعا جوني ديب قبل هذا الشيء كان اخرج افلام قصيرة واخرج فيديو كليبس، ولكن ما اخرج اي فيلم روائي طويل. بميزانية 5 مليون دولار من شركة الإنتاج، ومليونين حطهم جوني ديب من جيبه حتى يصير المجموع 7 مليون، عمل جوني ديب فيلمه الروائي الطويل الأول بعنوان The Brave، والفيلم كان من بطولته وبطولة مارلون براندو أيضا، وكمان جوني ديب كان مشارك بعملية الكتابة. المهم يعني الفيلم خلص وصار جاهز وبلش ينعرض بكم مهرجان، ولما انعرض وشافوه النقاد بلشت تطلع الآراء السلبية، وبلش يأخذ ريفيوز سلبية. فجوني ديب حرد وقرر انه ما يعرض الفيلم، ومنع شركة الانتاج انه تعرضه بشكل نهائي، واختفى فيلم جوني ديب الروائي الطويل الاول. ممكن يكون في له نسخ رقمية بصراحة انا ما لقيت، ولكن ما تم عرضه، ما اخذ عرض سينمائي وما اخذ عرض تلفزيوني واضح او قانوني. ممكن بعض النسخ تسربت او هيك شيء، ولكن بشكل قانوني ما تم عرضه ابدا. بالمركز الثالث فيلم لم يتم عرضه لسبب تراجيدي ولسبب قدري. كثير منا بيعرفوا انه الممثل واكين فينيكس عنده اخ اكبر منه باربع سنين اسمه ريفر فينيكس. ريفر فينيكس ايضا كان ممثل، وكان ممثل موهوب وصاعد، وحتى بدا ياخذ افلام من بطولته. بعام 1993 تحديدا بيوم الهالوين مات ريفر فينيكس بجرعه زائده من المخدرات بعمر 23 سنه. وبهي الفترة كان عم يصور فيلم دارك بلاد. طبعا الفيلم كتصوير كان شبه منتهي، يعني مشاهد قليلة اللي كانت ضلت لريفر فينيكس ما صورها، والمخرج استطاع بعدها من خلال بعض التعديلات يعني انه ينهي الفيلم. عمل النسخة كاملة من الفيلم، ولكن شركة
إنتاج أصرت إنه ما بدهم يعرضوا الفيلم، وظل الفيلم من 1993 لحد 2012 بالأدراج المغلقة ما حدا شافه أبدا. ب 2012 عرضوه بكم مهرجان سينمائي، موجود منه نسخ رقمية، ما بعتقد أخذ عرض تلفزيوني واضح يعني، ولكن موجود نسخ رقمية إذا بدكم تدوروا تشوفوا. إذا كان فيلم باتمان فايت دراكولا تم إيقاف عرضه بسبب شركة دي سي، فالفيلم صاحب المركز الثاني تم إيقاف عرضه بسبب شركة دي سي أيضا، بس الفرق هالمرة أنه هن اللي كانوا منتجين للفيلم. المركز الثاني بيروح لأحدث فيلم بقائمتنا، وهو فيلم بات جيرل بميزانية 90 مليون دولار، حتى يكون واحد من أهم الأفلام بعالم دي سي السينمائي الممتد. تم تصوير فيلم بات جيرل وتم الانتهاء من تصويره، وكان بمرحلة البوست برودكشن يعني صار تقريبا جاهز للعرض. اجا جيمس جان وقال لك غيرنا رأينا. جيمس جان كان موجود بعالم مارفل، كان موجود بشركة مارفل واستوديوهات مارفل، وانتقل لشركة دي سي حتى يكون هو صاحب الرؤية الفنية وصاحب المشروع لعالم دي سي الممتد بعد التخبط اللي صار لهم سنين فيه. واحد اول واكبر القرارات اللي اخذها هو ايقاف فيلم باتجيرل، والسبب كان انه الفيلم لا يتناسب ولا يتماشى مع الخطة المستقبلية للعالم السينمائي. طبعا لقيت كتير مصادر بيحكوا انه الفيلم تم ايقافه لبعض الاسباب الضريبية، طبعا انا ما بعرف شو ممكن تكون هي الاسباب او مدى صحة هي المعلومات، ولكن في ناس هيك عم يحكوا. المهم يعني انه فيلم كلف 90 مليون دولار، كان في مايكل كيتن، كان في جي كي سيمنز، وكان في بريندن فريزر، ثلاث فائزين بجائزة الاوسكار، والفيلم توقف ولم يتم عرضه. قبل ما نحكي عن المركز الاول، في ثلاث افلام بيستاهلوا انه نذكرهم. تخيل انه تأخرك عن الديدلاين بسبب خسارة قيمتها 90 مليون دولار، هذا الشيء اللي صار بفيلم All Stars Weekend. بالدوري الامريكي لكرة السلة بالـ NBA بيعملوا كل سنة مباراة استعراضية اسمها All Star، بيجيبوا كل اللاعبين النجوم المتألقين بهذا الموسم وبيعملوا مباراة استعراضية. تكون هي المباراة ضمن ايفنت بيستمر لأسبوع تقريبا، بيصير في بعض المسابقات وما إلى ذلك، بتنتهي بمباراة الأول ستار. الفيلم اللي كان عم يشتغل عليه جيمي فوكس وكان معاه تشكيلة من النجوم، كان المقرر انه يتم عرضه بأسبوع كل النجوم او أول ستار ويكند بعام 2018، ولكن بسبب تأخير بعملية البوست برودكشن اللي هي المونتاج والإفكتس وهي الأمور، الفيلم تأخر عرضه، ما كان جاهز لوقت الأول ستار ويكند، فقرروا يأجلوا عرضه لعام 2019. وبعام 2019 كمان واجهتهم مشاكل ما بعرف هي نفسها يعني المشاكل، انه لسه ما لحقوا يخلصوا، ما بعتقد انه ظل التأخير سنة كاملة، بس المهم انه واجهتهم مشاكل وما تم عرضه بعام 2019، وما تم عرض الفيلم ابدا. الفيلم كلف إنتاجيا 90 مليون دولار راحت على الفاضي بسبب تأخير بعملية البوست برودكشن. God's Behaving Badly، فيلم كلف 55 مليون دولار بإنتاجه. الفيلم بيتخيل آلهة الإغريق والعياذ بالله نزلوا على مدينة نيويورك وبيتخيل حياتهم كيف بدها تكون. الفيلم انعرض بكم مهرجان ولاقى ردود فعل سلبية جدا، وكتير ناس استاءوا من الفيلم فما تم عرضه بعدها. وآخر فيلم بالقائمة الشرفية هو فيلم لكوينتين تارانتينو، كان المفروض يكون أول فيلم روائي طويل لكوينتين تارانتينو، فيلم بعنوان My Best Friend's Birthday، وهذا الفيلم لم يتم عرضه بسبب أنه الماتيريال احترقت. نعم هذا هو السبب، صار في حريق، الفيلم احترق، ضل أجزاء قليلة جدا منه وضاع كل شيء صوروه. طبعا الأجزاء اللي ظلت قدروا يجمعوها شوي وعملوا فيلم تقريبا مدة حوالي نص ساعة، فيلم قصير، ولكن الفيلم الأساسي كان مدته متوقع بين الساعة ونص للساعتين، وكانوا صارفين عليه حوالي 5 مليون دولار. فيلم المركز الأول حجز مكانه مع أنه ما أنه أهم فيلم، ما أنه أكثر فيلم كان الناس مترقبته أو مستنيته أو ممكن حتى يعرفوا عنه شيء، ولكن حجز مكانه لسببين: الميزانية وكمية الغباء والتخبط اللي كان صاير بعملية انتاجه. بميزانية وصلت تقريبا ل 140 مليون دولار وسنوات عديدة جدا من العمل على الفيلم، على الأقل 5 سنين منها كانت بس بمرحلة البوست برودكشن، فما بالك أساسا التصوير قد ايه طول والإعداد قبله وما إلى ذلك.
فيلم تبدل فيه 4 مخرجين وعشر كتاب، ممثلين خير الله راحوا واجوا، منتجين وفنيين وغيرها وغيرها وغيرها، ناس خير الله عدت على هذا الفيلم، وكثير منهم اساسا ما اخذوا اجورهم. وبعد عدة مواعيد تم تحديدها لعرض الفيلم بعد ما على الأساس صار جاهز للعرض وتم تأجيل العرض عدة مرات، فهذا الفيلم حجز مكانته بالمركز الأول بكل سهولة، وهذا الفيلم هو Empire of the Deep. كل الأفلام السابقة اللي ذكرناها اللي ما انعرضت كان في أسباب، بعضها منطقي بعضها غير منطقي وبعضها يعني قدري مفروض، مثل حادثة موت ريفر فينيكس ومثل حادثة حرق الماتيريال لفيلم كوينتين تارانتينو، ولكن بهذا الفيلم واضح أن العملية كانت غلط من بدايتها لنهايتها. المخرجين اللي راحوا وجوا والممثلين اللي راحوا وجوا والكتاب والسنوات اللي قضوها بإعداد الفيلم، وفيلم هو الفيلم فيه فانتازيا، فيبدو حتى بالبوست برودكشن كانت الشغلة عليه صعب، هذا السبب أنه أخذ مدة طويلة، والنهاية على الفاضي 140 مليون على الفاضي. هذا ترتيبي أنا للأفلام اللي تم تصويرها ولم يتم عرضها. عرفوني أنتوا عن أفلام تانية إذا بتعرفوا أفلام تم تصويرها ولم يتم عرضها، وبرأيكم تتفقوا مع هذا الترتيب ولا تختلفوا وليش. حلقات التوب 5 السينمائية راح تستمر إن شاء الله بشكل أسبوعي، فظلوا عطوني بالتعليقات أفكار لفيديوهات توب 5 سينمائية نعملها، عطوني رأيكم بهذا الفيديو بالتعليقات، لا تنسوا تحطوا لايك على هذا الفيديو، لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد أول بأول. شكرا على متابعتكم وعلى دعمكم الدائم. كنت معكم أنا كاظم عجاج مشاهد، سلام.